الفترة دي يعني أو في الفترة الأخيرة دي كنت بدور على نص أدبي أشتغل عليه، بس فكنت لسه بدور لسه بفكر في الموضوع. فبالصدفة عبد الكريم كان لقيته بيكلمني على إن هو كاتب قصة وعايز يشتغل عليه، بس فالفكرة إن أنا كنت باخد هو طبعا كان ما كانش فيه اتفاق ما بيننا إن إحنا هيكون فيه مناقشات أو كده. فالفكرة ان انا كنت باخد النص ابتدي من النص نفسه، اللي هو يعني هو كان بيبعت لي شابتر شابتر، باخد النص اقراه وابتدي منه وابتدي اكمل. يعني النص ده كان بيديني حاجة في الاول، يعني افهم طبيعة الشخصية او افهم ايه اللي بيحصل في الاحداث نفسها بس، وابتدي بقى يعني يحصل حالة سرد بصري. يمكن في حاجة مهمة ان يعني الفورمولا اللي اتعملت بيها القصة فورمولا كانها يعني او عشان كنت بشتغل على ساعتها على السرد كفيلم، فكنت بكتب برضو اظن يعني كنت بكتب برضو بنفس الفورمولا بتاعت انه فيلم، فهو ما فيهوش تركيز انه يبقى يعني كي يعني كان يوجد كنص ادبي، يبقى موجود كنص ادبي قد ما في فكره ان في مشاهد في اجزاء متصله منفصله في قطعات حاده. ليه القصة فيها كركدان؟ من قبل ما اشتغل المشروع ده او قبل ما اشتغل النص ده كنت مشترك في كتاب 15 اطروحة لألان باديو. الاطروحة بتاعتي كانت على هل في مشابه يعني هل يجب ان يكون الفن المعاصر ديمقراطي او الجينست الامبريالية حاجة كده. فانا ساعتها استخدمت الكركدان على كونه يعني عنصر ممكن استدل بيه على موقف راديكالي او توجه راديكالي، لان هو كحيوان لما بيهاجم في لاين واحد ما بيناورش، وحاجات تانية كتير يعني. الحاجة الوحيدة اللي كانت متكررة بالنسبة لي ان هو ما يكونش رسوم توضيحية. هو سايب لي النص اعمل فيه اللي انا عايزه، يعني اتعامل معاه بالطريقة اللي انا عايزها، وانا ما بتناقش معاه في يعني هي حاجة جاية لي وانا بكتشفها بس، وهتعامل معاها بحرية، وهو اللي هيطلع هو ده الشغل يعني. الفكرة كمان ان عبد الكريم ما كانش عنده تخيل او تصور كامل للمشروع نفسه هيطلع عامل ازاي في الاخر، بس فده يعني سهل ان انا اخد الحاجه دي واتعامل معاها بطريقتي بكل حريه يعني. عشان في وده على فكره برضو في الاول خالص يعني ايه احمد عارف ان في كونفليكت في اصلا بينا فكريا في مشكله يعني، فده كان هيعمل يعني فده كان الموضوع بالنسبه لي ده يعني هو النقطة الثرية في ان هو ان احنا نعمل ده مع بعض، لان لو في نفس لو بنفكر بنفس طريقة التفكير او شبه شوية ما كانش هيطلع الموضوع كده.